1, 2 minutes. السلام عليكم كاملين، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم فيديو جديد، غادي نصاوب معكم اوف لاوف من بالنودل. نتمنى البنات ان شاء الله يعجبكم. غادي ندير معكم البنات الكغاتان بنودل، بصلة، كفتة وبلاصوص بيشاميل. غادي ندير البنات لي بات تسلق، غنديرها في الماء شويه الزيت والملحه. هذه المكرونه هي اللي كتسلق، خليها واحد ربع ساعه. هي مثلا درت الكفته والبصله اللي تشحروا بجوج، نزيد عليهم الزيت وغادي نزيد عليهم لاصوص طوماط. من بعد هذه المره تشحر الكفته، نزيد عليها العطرية، نزيد عليها البنات الفلفلة. ثومة كبرى. تحميرة. ملحة. سكنجبير. نخليوها تشحى مزيان. دابا البنات غادي نزيد ليهم لاصوص طوماط، نخليوها تشحر واحد شويه جوج دقايق ونطفي عليها. من بعد البنات غنطفي على لاصوص تاعي اللي خليت فيها لاصوص. البنات هي المكرونة تسلقات، لاصوص بيشاميل هي وجدتها. أي واحد البنات كيصاوبو لاصوص بيشاميل راها باينة أمها، ولاصوص ديالي ها هي. دابا غادي نبداو بسم الله على بركة الله. غادي ندير شوية لاصوص البنات هنايا، ندير الطبقة الأولى انتما البنات. غادي نزيد عليها لاصوص، نكبها كاملة البنات انتما. غادي ندير عليها لاصوص،
غادي تزيد تبقى الزوجه. هيا البنت غادي نزيد عليها عاود لاصوص. بعد ما تغنزيد فوقها فرماج هاي البنت من بعد ما درت عليها الفرماج غادي نديرها في الفران ونديرها على 45 عفوا البنات على 250. هاي البنات غادي من بعد ما درت عليها الفرماج غادي نديرها في الفران على 180 ونخليها 45 دقيقة. البنات من بعد ما طاب الكراتان ديالنا لا اوف لوف هو مثلا ما خدا ليش يعني 45 دقيقة من الساعة. هانتوما البنات نتمنى البنات هاد الوصفة تعجبكم بالصحة والراحة. نخليكم في امان الله يا لي مع السلامة. وانتم البنات